سلمى، السلام عليكم يا سلمى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيبتي يا سلمى لو اتفضلي. لو سمحتي يا أستاذ، أنا كنت حلمت مرة إن أنا طالع من بطني تعبانين ملتصقين ببعض، تمام، كنت جعانة، فهم كانوا بيطلعوا علشان ياكلوا ويخشوا تاني، فالحلم ده معذبني، نفسي أعرف إيه ده. هو انت تعبانين، هم مش كبار، هم انت صغيرين، معاكي اولاد؟ وراسهم معايا 3. طب خلاص كده، ما هو ده بيدل على طالما طالعين من بطنك وجعانين بياكلوا ويدخلوا تاني، فمعناتها ان حد من ولادك مدوخك شويه، محيرك شويه. طب هم 2 بس، هم صغيرين يعتبر التعبانين دول. اه، ما هم الاولاد، فما تقلقيش، الحلم مش وحش، ومش كل التعبين في الاحلام على فكره وحشه خالص. هو الحلم ده بيديك على انك علمي عيلين من عندك العطاء. شكرا ليكي جدا. تعلمي في عيلين عندك، بنت ولد او ولد وبنت او ولدين او بنتين ايا كانوا، هما 2. انت بتقولي 3، لا هو الموضوع 2. علموهم العطاء، علموهم ازاي ان هما يدوا، وانت ماشيه معاهم كده في اي طريق، تدي الولد كده حاجه، ادي يا بابا للحاجه اللي قاعده دي، ادي لجده اللي قاعد ده، علموهم العطاء. دي مهمه جدا عشان انت ترتاحي بعد كده. مش كل حاجه العيل خد 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 خد، فمش عارف يوم من الايام يديكي انت. الحلم ما فيهوش اي حاجه خالص. شكرا لك جدا يا سلمى. كده احنا عرفنا الموت، عشان الناس كتير اللي بتسال في الاحلام على الموت، الموت احنا بنشوف حد بيموت، احنا بنشوف ما فيهاش اي حاجه، تجديد حال، تغيير حال. ممكن انسان ربنا بعت له انذار بيفوقه، علشان طب ما انت ممكن تموت اهو، ففوق بقى من الغلط اللي انت بتعمله. صح، انت ماشي في سكك مش كويسه، ممكن تيجي انذارات، تنبيه، خوف، قلق. في احلام فيها طبعا الموت بيختلف مع الحلم نفسه، يعني ممكن حد يشوف ان هو بيموت، لكن مع اختلاف الحلم هو يؤدي الى ايه، يعني قلب الرؤيه بيقول ايه. فربنا يستحي الحال يا رب العالمين. نجاة، سلام عليكم يا نجاة. السلام عليكم، اهلا بيك، اتفضلي يا حبيبتي. لو سمحت، لما حلم كده بس غريب شويه. حاضر، قول. حسيت عندنا اوضه الجوف كده بتاعتنا قديمه، بس بدناها يعني غيرناها للاحسن يعني وكده. ففي راجلين دول قعدوا مع ابويا، وابويا وعمامي كده، فبيقولوا لنا الحوش بتاعكم فيه مارد. الحوش فيه مارد كبير. فقلنا له ازاي يطلع المارد ده؟ فقال المارد ده قاعد على صندوق اسود كبير، فلما الصندوق ده يطلع وبعد كده المارد ده هيطلع. فانا شفت المارد ده، شفت اعوذ بالله شكله وحش في الحلم، وشفت صندوق اسود كبير. بس الحوش ده على طول بحلم فيه خرفان وكده. فامبارح برضه حلمت الخروف عضني في دراعي. طيب، تعالي نقول عن الحوش. هو انتوا اصلا حد قال لكم ان انتوا عندكم اثار او اي حاجه من دي؟ حد اتكلم في الموضوع ده؟ في ناس اتكلمت قبل كده. جبتوا مشايخ وابتدوا يشتغلوا، ولا انتوا اتكلمتوا ودخلتوا وبيكشف ويمشي ويكشف ويمشي وكده والدنيا اتفتحت؟ لا لا، هم بيجوا ويمشوا كده يعني. مين اللي اشار ان المكان فيه؟ حد من البيت؟ حد من البيت. انا ممكن برضه بشوف. انتي؟ انا واختي برضه بنشوف كده. انت اللي شجعتي على الموضوع، قلت ان الارض دي فيها حاجه فعايزين نجيب شيخ يشوفها لنا؟ انت عشان انا مش كويس اصلا، تعبانه من المواضيع دي. انت يعني انت انت انا بتصلي؟ تعبانه على الاخر. انت بتصلي؟ الحمد لله بصلي، الحمد لله. طيب، طبعا هو انت دخلتي في نفسك في حاجات مش بتاعتك. انت هتقولي ان دي احلام، انت اهتميتي بالاحلام وخليتها على ارض الواقع. انت اقتحمتي عالم مش بتاعك وغامرتي وكنت فرحانه قوي، وابتديتي ان انتوا تدخلوا شيخ، فالشيخ بيخش بخدمته بالحاجه اللي معاه، اللي ايا كان محضرها ولا طريقته الله اعلم، لكن دخل واذاكي، فانت تاذيتي من ناحيتين، من ناحيه ان انت فرحانه قوي فما بتصدقي حتى ان النوم يجي لك عشان تشوفي او عشان تكشفي تاني على المكان ده، وفي نفس الوقت الشيخ يعني ربنا يهديه رب العالمين لما جه راح برضه شغال عليكي انت اصلا. هم بيشتغلوا دلوقتي على القراين ويجيب مش عارفه وحاجات من دي، بيعملوا شغل غريب جدا، فربنا يعافينا يا رب العالمين. المارد والحاجه اللي انت شفتيها دي، عايزه اقول لك ان انت بقى عندك مشكله بالفعل، يعني ممكن يكون عندك مس بالفعل. الصندوق ده ماشي، في حاجه. طب في حاجه، طب احنا هنعمل ايه؟ هو انا هفضل ادور واجيب مشايخ والمشايخ تدخل فيأذوا الاهل البيت والناس اللي جوه؟ في مشايخ ما عندهاش ذمه ولا دين خالص، بيبقى اصلا محضر حاجات فبيدخل يأذي في الناس،
فبيأذي في اهل البيت فبيخرب لكم الدنيا، فانت بتتأذي، انت واحده مأذيه تعبانه جدا، وانا متأكده طبعا من كلامك جدا. عايزه انتظام اكتر في الصلاه، ما تفكريش خالص في المكان، خالص خالص شيل المكان ده من دماغك خالص. وما خلاص مش كل ما تيجي تنامي ما تقوليش ان انا ايه هيجي لي المارد او هيجي لي العفريت، هيجي لك، فخلي بالك ومحتاجه معالجه سريعه. بس انت اللي هتعالجي نفسك الاول، حاولي مره واثنين وثلاثه، الرابعه ندور على اهل الخير، بقول اخ اهل الخير، وتخبطي على الباب ده، وان شاء الله باذن الله في ناس كتيره قوي هتساعدك وتاخد بايدك للعلاج، لكن طبعا تحري عنهم يعني.